صباح الخير مشاهدينا، فكرة جديدة من أوروسكوب بقدم لكم إياها على أمل إن تكون حبل معك للأخبار الحلوة والنصايح. اليوم من عالم الفلك رح نكتشفها سوا، والبداية مثل كل يوم رح بتكون مع برج الحمل. مهنياً بيطلب منك الشغل مجهود زيادة عن يلي عم تعمله حالياً، أما علاقتك مع الزملاء فهي كتير منيحة وعم بيصير في تعاون كتير منيح وإيجابي بيناتكم. عاطفياً ما تكون أناني وحاول أنه تتشارك مع الحبيب بالقرارات الحاسمة، وخصوصاً إذا كان في منها مصيري. الثور، مهنياً ما فيك تطالب بحق إذا ما كنت عم بتقوم بواجباتك كاملة، فحافظ على مصداقيتك وما تهدم كل شيء بنيته بلحظة طيش. أما عاطفياً عليك توضيح بعض المواضيع مع الحبيب، وإلا رح يبقى في شكوك بعلاقتكم وبالتالي حتكتر المشاكل بيناتكم، وهيدا الشيء ما رح يكون في مصلحتك وخاصة هيدي الفترة. الجوزاء، مهنيا ما تهتم بتصرفات الآخرين، فكتير منهم بيعتمدوا أسلوب خاص بيخليك تاخد قرارات عشوائية وغير مدروسة. عاطفيا لازم تترك مجال للشريك أنه يعبر عن رأيه، فممكن تكون نصيحته مهمة وبمحلة وخاصة هيدي الفترة. نوصل لبرج السرطان، مهنيا حاول انه تتاكد من كل البنود في حال بدك تمضي عقد عمل جديد، والافضل انك تستشير محامي مختص بالموضوع. اما عاطفيا على الرغم من المشاكل الماليه يلي عم تخليك معصب، فانت محظوظ بالحبيب يلي مستعد يقف حدك بكل مراحل حياتك. برج الاسد، مهنيا اجواء دقيقه اليوم بتسيطر على جو شغلك وبتلاقي حالك مرتاح بالتعاطي مع الزملاء، اما عاطفيا ابتعد عن المواجهه الغير مبرره مع الشريك، وخصوصا اذا كان موقفك ضعيف والا عم تعرض علاقتك للخطر. العذراء، مهنيا مسؤوليات جديده بتنزاد عليك، لكن انت قد وقدود ايها العذراء وما بيخاف عليك ابدا. اما عاطفيا ما تخلي التراكمات والمشاكل السابقه تاثر على علاقتك بالشريك، وحل كل شيء بوقته تما تتراكم الامور بيناتكم ويكون الانفصال سببه مشاكل قديمه. اما برج الميزان لليوم، مهنيا انت مرتاح بشغلك وبتشكل انت وزملائك مجموعه متناغمه بالعمل. بالحب ايها الميزان اجواء رومانسيه مسيطره على علاقتك بالشريك، فانت بتشعر معه براحه البال والطمانينه. نوصل لعزيزي العقرب، مهنيا ما تخلي تحقيق الاحلام هدفك، فالواقع بيطلب منك العمل بجهد كبير وسريع. اما عاطفيا عن الصراحه مع الشريك شيء اساسي اذا بدك تكسب ثقته، فاشتغل على هذا الموضوع اكثر. القوس، مهنيا كون جاهز لليوم لانه بيحمل تطورات كثيره ومفاجات كبيره، المهم تعرف تستغل الفرص. اما عاطفيا التفاهم مع الشريك بيزيد تعلقه فيك، فحاول ما تكون عنيد بالتفاهم، كل شيء رح ينحل. بننتقل لبرج الجدي، مهنيا ممكن حدا من الزملاء يحاول انه ينصب لك فخ، فكون منتبه ومركز على شغلك تما توقع فيه. اما عاطفيا ما تكون متساهل بكل شيء بيطلبه منك الشريك، فهيدي الطريقه عم بتساعده انه يطمع فيك. نوصل لبرج ما قبل الأخير، برج الدلو، مهنيا ممكن غيرة أحد الزملاء منك تخليك مش مرتاح بشغلك، فحاول تصارح المسؤول عنك بيلي عم بيصير، لأنه ممكن ما يكون على علم بالأوضاع الحالية. أما صحيا بتشغلك كتير أوضاع صحية، فالأفضل تسيطر على مشاعر الخوف وتستشير طبيبك تتريح راسك أكثر. واخيرا مع برج الحوت، مهنيا ما تزعل ولا تنهم اذا ما في شيء عم يمشي مثل ما انت بدك، ركز على شغلك اكثر والنجاح رح يكون حليفك بالمستقبل. اما عاطفيا ما عم تعرف تفصل بين حياتك الاجتماعيه وحياتك العاطفيه، فانت بحاجه كمان انك تقضي شويه وقت مع الحبيب كرمال تتعرفوا بعضكم اكثر وتتقربوا من بعضكم اكثر. اما صفات مولود برج اليوم، مولود اليوم بفكر كتير وبطريقة جدا غريبة، بحب يساعد بلا ما أي مقابل، ووطني ومتعصب للمرجع يلي بينتمي لإله إن كان ديني أو سياسي. إنسان جدا عاطفي مسامح وبغير رأيه بسهولة شرط يقتنع بالفكرة الجديدة. أصدقائي هذه كانت كل معلوماتنا اليوم بفكرة أوروسكوب. أنا أحب أذكركم بالإيميل يلي فيكم تتواصلوا فيه معي وتسألون أي شيء بخص عالم الفلك أو برجكم، horoscopelian@hotmail.com، وأنا أكيد رح أجاوب على كل الأسئلة بالفقرات الجاية. أما هلا بدي أترككم مع باقي فقرات MTV Live لليوم، وأنا بلاقيكم بكرة بمعلومات جديدة من عالم الفلك. إلى اللقاء.